السلام عليكم. يا ترى الشباب سامعني ولا الصوت مش واضح؟ طيب الحمد لله. ازيك يا رجوى؟ ازيك يا عمرو؟ لا انا لسه ما بدأتش. انت سامعاني يا رجوى؟ طيب الحمد لله. اخباركم ايه؟ يا ريت بس قبل ما نبتدي الناس تغير اساميها. طيب المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على الجلاس ماتيريال، الزجاج، و انا لقيت تقريبا 3 او 4 4 على ما افتكر، هما بس اللي عملوا التطبيق وحطوه على المنتدى، وطبعا شغلهم كان جميل ورائع جدا. بس انا كنت متخيله ان اللي هيعملوا تطبيقات اكتر من كده، يعني مش عارفه الناس بدأت تكسل ولا ايه. كنا زمان التطبيقات بتتعمل، يعني تقريبا كان كل الناس تعمل التطبيقات، دلوقتي بقى يعني الناس مكسله شويه. فيا ريت لو سمحتوا نحاول نعمل التطبيقات أول بأول. النهاردة كمان هيكون في تطبيق إن شاء الله، فيا ريت نحاول يعني الحاجات التطبيقات اللي تطلب يا ريت تتنفذ، علشان ده في الآخر أنتوا المستفيدين بيه. ماشي يا عمرو، ماشي. يعني ايه عمرو؟ عشان دعم فني بقى ايه، ف يعني واسطة. ماشي خلاص. طيب جميل. النهاردة احنا زي ما اتفقنا من المرة اللي فاتت ان احنا هنبدأ ناخد ال ثواني يا جماعة، بعد اذنكم ثانية واحدة بس عشان الدوشة اللي حواليا، بعد اذنكم ثواني. نتمنى كده ان الدوشة تكون راحت. طيب احنا المرة اللي فاتت اتفقنا ان احنا يعني احنا لغاية دلوقتي خدنا انواع كتيرة قوي من الماتيريالز والمابس وكل ده، بنتكلم عن انواعها وطريقة عمل الماتيريال وطريقة تكوين الماتيريال والانواع المختلفه بتاعه الماتيريالز اللي تدي نتائج مختلفه. بس كل ده ما جبناش سيره ازاي نحطها بالطريقه المناسبه لشكل الاوبجكت بتاعي. يعني مش كل ماتيريال تنفع تتحط بنفس الطريقه على اي اوبجكت. يعني ممكن اكون عامل ماتيريال حلو قوي وتعبان فيها واخد مني وقت، واجي ابلاي الماتيريال دي على الاوبجكت بتاعي، افاجئ انها طالعه مش مظبوطه خالص، طالعه مفركشه، طالعه مش ملتصقه على سطح الاوبجكت بالطريقه اللي تديني النتيجه اللي انا مستنيها او متوقعها. وده لان احنا لازم تتبع بعض التكنيكس في تطبيق الماتيريال اللي انا ظبطتها وتعبت فيها وعملتها حلو قوي على الاوبجكت اللي انا عامل له موديلنج. النهارده هنتكلم عن شويه تكنيكاليتيز كده في تطبيق الماتيريالز اللي عندنا على الاوبجكت المختلفه، علشان كل اوبجكت محتاج او يعني حسب شكله محتاج طريقه مختلفه لتطبيق الماتيريال عليه. هبدأ أعمل شير للسكرين. الناس في لسه حد ما غيرش اسمه، جست 45 و37 وجست 11، في 3 يا ريت لو سمحتوا يعني في ظرف نص دقيقة نكون مغيرين أسامينا، علشان أنا هعمل شير للسكرين بتاعتي ومش هتعرفوا. جست 37 غير أهو. تمام. وجست 11 بعد إذنك، فاضل بس جست 11 يغير اسمه.
جست 11 يغير اسمه من الجزء اللي فوق اللي في البار اللي فوق خالص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه برضو جست 11 مغيرش اسمه، مش عارفة ليه. فخلاص يبقى انا كده هعمل شير للسكرين، وكده انت مش هتعرف تغير اسمك بقى. تمام كده. طيب انا هعمل شير للسكرين بتاعتي اهو. فرصة اخيرة اهوت من رضوى نغير الاسم بالشكل ده لجست 11. طيب نبدأ. هعمل شير بقى للسكرين، ودخل كمان جست 47. تغير اسمك بعد اذنك. وخلاص انا هبدأ اعمل شير للسكرين بتاعتي علشان نبدأ نشتغل. الجست اللي بيدخلوا من فضلكم غيروا اساميكم على طول. جست 48 يغير اسمه. تمام خلاص انا هبدأ اشير السكرين. تمام المفروض كده ان السكرين بتاعتي في امل لها شيرينج. فاحنا بس هتشيك معاكم، انتوا شايفين الشاشة بتاعتي؟ طيب هايل جدا. طيب انا هخلي الشات مفتوح قدامي عشان لو في حد عايز يسأل اي سؤال يسألهولي وابقى انا شايفه الجزء بتاع الشات. طيب اول طريقه احنا بنتبعها في ان احنا نابلاي الماتيريال على الاوبجكت بتاعي. طبعا في حاجات، وهي غالبا بتبقى حاجات نادره مش بتحتاج اصلا ان انا اعمل لها حاجه مخصوص. زي ايه مثلا؟ زي ان انا اكون عامله فين كده واروح حطاله اهو ده كده من غير الماتيريال. هروح حطاله مثلا، اخد هنا اعمل له كل ده يا جماعة لما يكون الماتيريال بتاعتي فيها فيها شغل. يعني مش مجرد ان انا اكون مغيره اللون، يعني تغيير اللون مش اكيد مش هيحتاج ان انا اعمل اي تكنيك في تطبيق الماتيريال. انما لما اكون حاطه فيها بتماب او شغل كده بطريقه ما من الطرق اللي احنا اتكلمنا فيها، طبعا ده هيكون اكيد محتاج ان انا ابلاي ليها تكنيك معين من التكنيكس اللي هنتكلم فيها النهارده. خلوني كده احط اي صورة مثلا. هناخد دي مثلا كده اوكي، وهنروح حاطينها ونشوف شكلها. وادي الشكل بتاعي اهو. تمام الشكل بتاعي يعني تقريبا محطوط بنفس. ادي الايمج بتاعتي، وادي خليني افتح ال اهي الايمج بتاعتي اهي، وادي الريندر ويندو اهو محطوط. مفيش فيها مشاكل، يعني انا مفيش فيها مشاكل. ايه الكلام ده؟ لان الطريقه الديفولت اللي بتحط بيها الماتيريال على الشكل بتاعي بتتحط بالظبط زي ما تكون فرشه مفرش على ترابيزه، او فرشه ملايه سرير على السرير، او فرشه سجاده على الارض. طريقه اسمها بلانر، يعني طريقه مسطحه بتتحط سطحها على الشكل. فطبعا لما اكون حاطه شكل مسطح على شكل مسطح، فده شيء منطقي. يعني اكون حاطه سجاده على الارض، اكون حاطه سرير، اكون حاطه مفرش على ترابيزه، الاثنين مسطحين ومستويين بشكل بعض، فما بتحصلش مشاكل. تبدا تحصل مشاكل امتى؟ لو انا عندي
المفرش ده محطوط مثلا على كورة او محطوط على اسطوانة او محطوط على شكل منبعج بشكل معين، يبقى انا محتاجة ان انا اعمل حاجة او افهم الماتيريال بتاعتي للشكل الفلاني علشان في الاخر يطلع لنا المنظر اللي احنا عاوزينه مظبوط. طيب تعالوا ناخد دلوقتي نعمل مثلا دلوقتي ايه، هنعمل شوية اشكال مختلفة جنب بعض ونشوف المناظر بتاعتي عاملة ازاي. هعمل سلندر كده، وهعمل بوكس تمام كده، وهعمل اهو خليها كده مثلا، وخليني ايه اصغر البلين بتاعي شوية تمام. اوكي خليني اصغره شوية كده تمام، خلي كل حاجات تبقى ادي نفس الماتيريال هيها على كل الحاجات دي، بس انا هغيرها هعملها ايه حاجة اكتر وضوحا شوية علشان تبقى واضحة. فخليني هنا اخد الصوت، ماله الصوت؟ الناس الباقية سامعين ولا مش سامعين ولا ايه؟ طيب الحمد لله ابو بكر، الصوت عند ابو بكر بيقطع خفيف، واضح واضح ان الامور مختلفة عندهم. طب باشمهندس حجازي اقلب عربي الله يخليك، او اكتب انجلش. ها بيقطع ولا ايه؟ بيقطع حاجات بسيطة. يعني لو هي واطت قوي قولوا لي انا بريفرش تمام. طيب انا هغير هنا هغير البيت ماب اللي عندي من الديفيوز هنا، هحط حاجة، هحط دي مثلا، دي يمكن تبقى الدنيا باينة شوية. اوكي وخليني ممكن اجرب حاجة تانية برضو عشان ايه تبقى الدنيا واضحة. دي برضو من الماتيريالز اللي تبقى واضحة جدا. خلاص طيب خليني دلوقتي اهو دي مثلا هحطها تمام، او خليني احسن ان انا احط ايه التانية نجرب. طبعا هي دلوقتي بقت رمادي لان انا مش عاملة شو تمام. الصوت ماله الصوت؟ طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين الاشكال الاساسية بتاعتي بيحاول يتصرف فيها بالطريقة المتوقعة. بمعنى دلوقتي انا عايزة اعمل ايه، انا عايزة اعمل حاجة هحطها عليهم كلهم دلوقتي، هحط موديفاير، واحنا كنا اتكلمنا على الموديفاير ده قبل كده بس اتكلمنا عليه كده سلايتلي يعني ما دخلناش في اعماقه. النهارده بقى نتكلم عليه بالتفصيل المهم اللي هو يو في دبليو ماب تمام. اول ما بحط اليو في دبليو ماب ده زي ما قلت لكم الديفولت بتاعي ان هو بيحط فارد ملايه على سرير او فارد مفرش على ترابيزه، فاحط لهم كلهم دلوقتي اليو في دبليو ماب ده اهو. خلاص انا مش هحط البلانر لانه محطوط عليه، يعني سوري واخد الشكل المفروض ده. طيب انا دلوقتي اول ما حطيت اليو في دبليو ماب ده لقيت المنظر بقى غريب جدا، يعني البوكس هنا بقى العلوي هو اللي عليه الماب والتاني كأن هما ساحب الماتيريال في الجناب، مش حاططها على كل وش، لا ده كأنه
صاحبها I'm still in 3D Max. I wonder if I can take the training without having knowledge about design. جست 35 المحاضرات كلها محطوطة على اليوتيوب من أول ما بدأنا خالص، من أول ما بدأنا وإحنا بادئين من الزيرو، يعني بادئين من الناس كأنها عمرها ما شافت خالص الـ 3D Max. فلو بدأت من أول محاضرة يعني هيساعدك الكلام ده كتير يعني. اوكي طيب هنكمل مع بعض. طيب دلوقتي احنا أول ما حطينا الـ UVW Mapping ده لقينا الدنيا بقى شكلها عجيب. يمكن الدنيا قبل الـ UVW Mapping كان شكلها أحسن. كان شكلها أحسن ليه؟ لأن الأشكال الديفولت بتاعة الـ 3D Max لما لأنها اوريدي متخزنة، بتحط الماب عليها بالشكل المتوقع اللي المفروض يتحط بيه. خلاص طبعا احنا شغلنا مش هيبقى كله على بوكسز وسلندر، احنا هتبقى حاجات اخده متشكله يعني. تمام طيب فدلوقتي لما انا حطيت، خليني اصغر ده شويه كده، الصوت بيقطع كتير. طب اعمل ريفرش انا ولا ايه؟ الصوت بيقطع عندكم كلكم؟ اعمل انا ريفرش حاليا كويس؟ طيب معلش يا نهى اعملي ريفرش وان شاء الله تعرفي تكملي معانا. طيب تمام خلاص. طيب نبدا كده بشكل شكل. دلوقتي انا هفتح هنا كده، انا عايزه اقف هنا الاول، خلينا هنا اهو. خلاص اول ما بدات هنا اهو وقفت على البوكس لقيت عندي زي كده ايه، خط اورنج كده. الخط الاورنج ده هو الماتيريال بتاعتي، وزي ما احنا شايفين الماتيريال بتاعتي محطوطه على شكل مسطح، فهي اخده بس ال ال وزي ما مكتوبه نازله كده باسانسير كده، يعني كان بالظبط ايه اسانسير او يعني حاجه نازله سحبه طروف الماتيريال على احرف البوكس ده من جميع الاتجاهات. شايفين اهو، وطبعا هتبقى هنا الماتيريال باينه من تحت ومن فوق وبس. خلاص طيب معنى كده ان البلانر دوت ما هواش مناسب لشكل البوكس. في عندي زي ما قلت لكم هنا الجزء الاولاني اللي هو البارامتر مابنج بتاع اليو في دبليو مابنج. الصوت اتقفل خالص. لا انا I want to know why we use 3D Max. طيب احنا ممكن نجاوب على اسئلة جست 53 في الاخر. اوكي طيب احنا عندنا هنا طرق اساسية لتطبيق الماتيريال على السطح. عندنا البلينر، عندنا السلندريكال، عندنا السيركل، عندنا الشرينك راب. والشرينك راب هنا بمعنى يمكن كنت مره قلته قبل كده، عارفين اللولي بوب المصاصه بتاعت الصغيرين وبتاعت الكبار برضو، يعني عارفين الورقه بتاعتها بتتحط عليها ازاي؟ يعني بتبقى ورقه مربعه محطوطه على الكوره بتاعت اللولي بوب ومبرومه من تحت، مقفوله من تحت، يعني مزمومه كده من تحت، فبتبقى من تحت مكرمشه ومن فوق مفروده. هي دي فكره الشرينك راب. تمام؟ يعني في طريقتين لتطبيق الماتيريال على الكوره، انها الماتيريال نفسها تتكور وتبقى كوره، او انها تفضل مفروده يعني تتشد من فوق الكوره وتبقى مكرمشه من تحت الكوره، وهنشوف الكلام ده كله دلوقتي. تمام طيب وعندنا البوكس وعندنا الفيس وعندنا الاكس واي زد تو يو في دبليو، هنقول الكلام ده كله دلوقتي. طيب طبعا انسب حاجه نستخدمها في الماتيريال دي على البوكس ان احنا نختار البوكس. فاول ما بنختار البوكس بنلاقي حاجتين،
اول حاجه ان الماتيريال كفت كل الجناب بتاعه البوكس بتاعي، تمام. ثانيا بنلاحظ ان الاورنج ده بقى على حدود كل سايد اهو، معنى كده ان الماتيريال بتاعتي كافيه كل سايد على حده، يعني هي نفس الماتيريال كافيه هنا وكافيه كده وكافيه في كل الجناب، تمام. طيب لما نيجي بقى مثلا لحاجه زي السلندر، السلندر فيها حاجتين، فيها الجوانب وفيها الجزء الفوقاني ده. فانا لما اختار السلندر، اوبس انا لازم اقف هنا الاول. اول حاجه طبعا هي الديفولت زي ما قلنا ان هي ايه بلانر كده، بس احنا بنلاحظ حاجه غريبه شويه. بصوا كده، بصوا معايا على الخط ده، شايفين الخط ده؟ يعني في خط كده، يعني زي ما يكون ايه خط طولي كده طالع من هنا، شايفينه؟ ايه الخط ده؟ تفتكروا ممكن يكون الخط ده ايه؟ بيشاور على ايه او بيدلني على ايه؟ يعني ها قربنا شوية، مش لازم اكس، يعني ما انا هنا هوت في اتجاه واي اهو. لا برضه، ها يعني بيدلني على ايه الخط ده؟ ان الحتة دي ها مريم قربت اهي، هي مش مسألة بداية الماتريال، بيدلني على ان ده الجزء العلوي من الماتيريال. بمعنى ايه؟ اتجاه الماتيريال بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي اهو الخط اهو، لو عندي مثلا الماتيريال دي عباره عن شجره، هتبقى الجزء العلوي من الشجره هو الحته اللي فوق دي، يعني الحته اللي فوق اللي هي بتاعت الشجره اللي هي فيها دوت، الحته دي اللي فيها الشعر، اللي هو الاتجاه العلوي للصوره ليها فوق وتحت ويمين وشمال. الخط ده بيدلني على ان ده الجزء العلوي للصورة، يعني لو هنا شجرة يبقى هنا جزء الورق وتحت جزء الساق والجذور، لو هنا مثلا صورة وش يبقى هنا الشعر وتحت الدقن، تمام. فالخط ده بيدلني على ان ده هو الاتجاه العلوي للصورة اللي انا مستخدمها في الماب. خلاص فهمنا دي كده؟ طيب جميل جدا. خلاص طيب هنا اهو زي ما قلنا، طبعا هي دلوقتي اول ما بحط اليو في دبليو مابنج بيتحط لي على البلانر، فطبعا الشكل بيبقى زي ما انتم شايفين كده. طيب طبعا المناسب ان احنا نعمل لها سلندريكال اهو، بس كسالي الجناب بالماتيريال بتاعتي، بس خلى الشكل من فوق غريب جدا بالمنظر ده. برضو هو مسك ايه حروف ماتيريال من الجناب وراح مططها على السطح، تمام، فخلى الشكل غريب. فالحل بتاع الشكل ده ان انا اعمل حاجه اسمها كاب. الكاب بيعمل لي السطح الفوقاني كمان بيكفيه بالماتيريال بتاعتي اهو اهو، شايفين بقى من فوق ومن تحت. خلاص طيب نيجي بقى للايه، نيجي للكوره. الكوره دي بقى عندنا فيها شويه شغل جامد يعني. خلاص طيب الكوره هنا برضو هو لو احنا مسكناها كده هنلاقي ان هي معموله بلانر برضو اهو. فاول حاجه هنفكر فيها ان احنا نستخدم لها السفيريكال. السفيريكال بيعمل ايه؟ بيمسك الماتيريال اللي احنا هنا طبعا فين النقط الاورنج دي، شايفين النقط الاورنج اللي حوالين النقط الاورنج دي بتدلني على الماتيريال، بس هو زي ما تقول كده لازق الماتيريال في الكوره زياده عن اللازم. فانا هعمل ايه علشان اوريها لكم؟ انا هروح لجزمه وهروح مكبره شويه اهو، بس كده خلاص. انا عملت ايه؟ دخلت للجزم، الجزمه هو الحاجه اللي بكفي بيها الماتيريال بتاعتي. فانا كبرت دلوقتي كاني ايه وسعت شويه على الكوره، ما بقاش الماتيريال لازقه فيها تماما، فمش باينه من كتر السطح بتاعها. خلاص اهو
وبرده الجزء الفوقاني العمود الفوقاني ده طالع يدلني على الاتجاه العلوي للماتيريال. خلاص الكوره بيعمل ايه؟ بيروح فارد لي كانه بالظبط جايب جايب حته مطاط وشددها داير ما يدور الكوره من الجناب من الحته دي، و يعني بيفضل حجمها ينكمش لغايه لما يوصل لنقطه المركز من فوق ومن تحت اهو. تمام. طب افرض انا مش عايزه المنظر يبقى بالشكل ده، بعمل مثلا بعمل حاجه زي مثلا كره قدم، او فمش عايزه الشكل يبقى كده، فبستخدم حاجه تانية اللي هي حاجه زي shrink wrap. shrink wrap هنا بيروح ماسك لي الماتيريال اهو وفاردها من فوق الكوره واخدها وضاممها من تحت، زي بالظبط فكره اللولي بوب اللي انا قلت لكم عليها اهو، اخدها فاردها من هنا وضاممها لتحت من هنا اهو. فدي تنفعني لو انا عايزه اعمل الحاجه بحيث تبقى باينه من هنا انها مفروده ومش باينه من تحت، انا مش عايزه تحت ده مش هيبان اصلا في الريندر بتاعي. تمام لغايه كده واضح؟ هو مش هتعرف تغير اسمك دلوقتي لان انا عامله شير للسكرين، فلما يعني اقفل السكرين بتاعتي ممكن تغير اسمك في الاخر. تمام كده مفهوم؟ العفو. تمام كده الناس فاهمه لغايه دلوقتي؟ طيب في طرق تانية برضو ان احنا نحط الماتيريال بتاعتنا على الاوبجكت، وبرضو اكتر حاجة بتبان فيها الكورة اللي هي الفيسز. الفيسز هنا عايزة بقى اقرب لكم شوية عشان تتخيلوا الموضوع كده. لا خليها F4 هوريكم هنا ان الكورة هنا ليها فيسز زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. تمام هنا بيدي الماتيريال كلها لكل فيس مكان. يعني هنا دي الماتيريال كلها اهي وكلها اهي وكلها اهي، فبيكسي لي الماتيريال بتاعتي على سطح الكوره بعدد الفيسز. يعني انا لو رجعت بقى للسفير هنا ورحت مزوده الفيسز بتاعتي، شايفين اللي بيحصل اهو، خليني اعمل F4 تاني. شايفين شايفين المنظر عامل ازاي؟ زودت. فدي برضو طريقة تانية للماتيريال بتاع الاسطح. طبعا دي مش هتبان في حالة ايه؟ ليه انا اخترت الكورة عشان اطبق عليها دي؟ ليه ما اخترتش البوكس او السلندر؟ ليه؟ ليه اخترت الكورة عشان اطبق عليها موضوع الفيسز ده؟ ليه ما اخترتش البوكس او السلندر؟ الناس بتكتب. ايوه بالظبط كده بالظبط كده، سواء عمرو او باشمهندس حجازي الاجابه صح. طبعا انا هنا السفير الديفولت بتاعها ان هي ليها فيسز كتير، انما البوكس اول ما بعمله البارامترز لو رجعت البارامترز بيبقى الايه السيجمنت بتاعته واحده، يعني فيس واحده لكل حاجه. انما بقى لو زودت يعني مثلا خليت مثلا ايه 4 في كل واحد، وبعدين رحت رايحه هنا للفي دبليو اليو في دبليو مابنج وقلت له فيسز، شوفوا المنظر بقى عامل ازاي اهو، شايفين اهو. لو انا غيرت، لان انا لو عملت كده هات F4 اهو. تمام طيب هايل جدا. طيب السلندر دي ممكن برضو اعمل لها الفيسز، بس هتبقى الشكل هيبقى زي ما احنا شايفين كده اهو، جميل جدا. طيب ندخل بقى ايه، خلينا نرجع على الكورة ونعمل F4 نعمل Z ونشوف في الكورة هل الماتيريال بتاخد نفس السيجمنت نفس شكله، ياخد نفس شكله اهو.
اهو يعني احنا لو عملنا دلوقتي F4 اهو وشوفنا شكل السيجمنت. عشان كده اقول لكم حاجة بقى، لو احنا مثلا اخترنا من الاول جيوسفير، خلينا نرجع كده ونعمل واحدة جيوسفير اهي، وبعدين رحنا ادينا لها برضو ماتيريال زي اخواتها كده اهو، تمام، وقلنا احنا هنحط لها مابينج، وبعدين هنختار الفيسز. شوفوا بقى المنظر بقى عامل ازاي، عشان هي جيوسفير، شايفين شايفين الشكل عامل ازاي، لانها جيوسفير فاخده شكل السيجمنتس اللي هي السيجمنتس اساسا مثلثه. طبعا الجيوسفير السيجمنتس ممكن تتغير، يعني لو هي كده كل شكل ممكن ايه اهو، يعني شكل المثلثات نفسها بتتغير اهو، فبيديني السيجمنتس بتاعتي اهو اهو، تمام اوكي. فكده شكل الماتيريال بتاعتي بتكفي على قد شكل السيجمنت اللي انا مستخدمه. طيب الاخير بقى اللي هو اكس واي زد يو في دبليو، ده بتبقى يعني ايه، يعني انا هنا لو عملت مرتبطة باتجاه الكوردينيت بتاعتي. الصوت ماله الصوت، اي الناس مش سامعني ولا ايه النظام بيقطع شوية. طب مش عارفة بصراحة، يعني واضح ان معظم الناس عندها صوت كويس. طيب اوكي، بالنسبه لل ال اكس واي زد تو يو في دبليو، هنلاحظ هنا ان احنا عندي اللي هو احنا عندنا هنا الاكس خد معاه بيطبق الماتيريال زي كده ادوار ورا بعض، شايفين الفرق عامل ازاي اهو. انا رحت بعيد اهي، خليني هنا اعمل ايزوليت عشان ما ايه ما نلخبطش الدنيا، تمام. فهنلاقي كل ما اروح زي مصدر انه مركز ل لتوزيع الماتيريال بتاعتي، تمام كده، كل مختلف لتوزيع الماتيريال على سطح الاوبجكت بتاعي. خلاص، يبقى دي الحاجات الأساسية لتوزيع الماتيريال على الأسطح اللي أنا عايزها. طيب أقفل الأيزوليشن هنا وأرجع بقى لمين؟ عايزة أرجع للبوكس وهخلي الفيسز بتاعتي وحايد تاني، أنا قلت تاني وحايد تاني كده في البوكس، تمام، وهديله بقى الماتيريال الثانية عشان هتبقى يمكن اوضح شوية. خلاص، وهرجع اجرب بقى هنا حاجة تانية، تمام. التايلينج هنا عايزين نفرقه يا جماعة عن التايلينج اللي بيبقى جوه ال ماتيريال نفسها. هنا انا هنا لما بشتغل من جوه الماتيريال اديتور، انا هنا بزود التايلينج بتاع الماتيريال نفسها، كاني بحط حته رسمه كمان زياده عن الرسمه بتاعتي في تطبيقها على سطح الاوبجكت. انما لما بزود التايلينج هنا، هو في الاخر النتيجه بتبقى متشابهه جدا، بس هي عشان بس نفهم الفرق.
لما بزود التايلينج من هنا انا بزود تايلينج المابنج نفسه، يعني بزود تايلينج تطبيق الماتيريال مش الماتيريال. يعني انا هنا لو مثلا عملت التايلينج هنا اتنين واتنين واتنين، تمام؟ خليني ايه ادي كده خلاص. هنا انا التطبيق بتاعي على هل ده بيعمل ثقل في الملف اكتر؟ لا، احنا الثقل اللي نقدر بنتكلم عنه ونقول ان هو ثقل لما تبدا الماتيريال بتاعتك يتحط لها كميه بارامترز زياده، زي مثلا بتزود لها المابنج، بتزود لها ريفلكشن او ريفراكشن، او بتزود لها حاجات من الحاجات اللي فعلا بتتقل، انما مجرد زياده في تايلينج ده مش قصه خالص، يعني بتبقى الموضوع بيبقى ابسط من كده بكتير يعني. تمام، انا عايزه اعملها بوكس اهو، خلاص. فهي في الاخر النتيجه بتكاد تكون واحده، بس هي الفكره ان انا هنا بزود التايلينج بالماب، وهنا بزود التايلينج بزياده الصوره نفسها، يعني بكرر في الصوره نفسها. اللي انا بفضله علشان هو يمكن فيه التحكم اكتر، ان انت تخلي التايلينج في الموديفاير زي ما هو وحايد، والعب زي ما انت عايز في الماتيريال اديتور، لان انت مش بس عندك بقى بتغير في التايلينج ده، انت كمان بتقدر تتحكم ان التايلينج ده يبقى جزئي. يعني مثلا لو انا هنا عملت مثلا عملت هنا اتنين واتنين خلاص، ورحت شايله كلمه تايل، انا واضح ان انا بشتغل في واحده ثانيه خالص، ثانيه واحده ارجع تاني اللي انا بشتغل فيها اتنين واتنين، ورحت شايله كلمه تايل، فبتديني نص مساحه الماتيريال بتاعتي على مقارنه للسطح، وتخلي السطح اللي باقي فاضي. انا هنا مش ما عنديش التحكم ده خالص في الجزء بتاع الموديفاير، فانا خليني لعب التايلينج كله يفضل ان هو يكون من الجزء بتاع الماتيريال اديتور، عندك كنترولز اكتر، يعني ما توجعش دماغك بانك تشتغل في الحته دي، خلاص. طيب في حاجه بقى مهمه جدا، اللي هي الجزء بتاع ريل وورلد ماب سايز، دي بقى خطيره جدا. خطيره في ايه بقى؟ خطيره لما تكون بتشتغل حاجه بمقاسات مظبوطه. يعني انا هنا مثلا البوكس بتاعي ده قد ايه؟ البوكس بتاعي ده 100 خليني ابص له كده اهو، 107 في 107 سم في 132 سم في 112 سم، تمام؟ طيب جميل جدا. هو انا الصوره بتاعتي دي قد ايه اصلا؟ الصوره بتاعتي يعني اللي انا بستخدمها دي قد ايه؟ اما افتحها كده ادي الصوره اهي. لو انا فتحتها في الفوتوشوب وعرفت مقاسها هلاقيها طبعا لا تمت بصله لل 100 ومش عارفه ايه سم، بتتكلم في متر وشويه، ملهاش اي علاقه بالمقاسات دي. فهو بيعمل لي ايه؟ بيسالني سؤال ابعاد حقيقيه، بالظبط كده، اطبق لك الصوره دي بابعادها الحقيقيه مقارنه للابعاد الحقيقيه للاوبجكت بتاعك، ولا اطبقها بالشكل اللي هو الايه الابسولوت، يعني انا بفردها على الشكل بتاعك بغض النظر عن مقاس دي لمقاس دي. هنا الاجابه لازم تكون في دماغك، يعني انت عايز فعلا تطبقها ازاي. هل انت عندك صوره مثلا زي انت بتعمل ارضيه لاوضه، وعندك صور لالواح خشب،
هل انت الصورة بتاعتك دي فعلا بمقاسات الواح خشب بجد، ولا هي صورة عادية صغيرة وانت عايز تظبط بحيث ان هي تبدو انها فعلا الواح خشب على الارضية؟ طبعا من المستحيل ان انت يكون عندك صورة الواح الخشب بطول الواح الخشب، فانت بتحطها في الارضية من غير ما تعمل real world map size. انما لو عندك مثلا حاجة زي ايه، حاجة مثلا زي بتصمم ساعة يد، وعندك الماتيريال بتاعت الكامبس اللي جوه ده، اللي هو الجزء اللي بنقرا منه الساعة، فانت عندك شكله الصغير وانت الديزاين بتاعك عامله بالمقاسات الصح. فلما تيجي تطبق وتقول real world ممكن دي تبقى مظبوطة. فانت المهم تبقى عارف ابعاد الصورة اللي انت بتستخدمها وابعاد الجسم بتاعك علشان تقدر تختار ما بين real world وحاجة absolute. الغالب ان احنا ما بنعملش تشيك على الريل وورلد ده الا في حالات خاصة، بنبقى عارفين بالظبط مقاسات الماب بتاعتنا ومقاسات البادي اللي احنا او الاوبجكت اللي احنا بنطبق عليه. ففي الحالة دي ان احنا بنعمل ريل وورلد ماب سايز او بلاطة 50 في 50 مثلا، يعني حاجات كده بالظبط كده بالظبط كده فعلا. يعني انا فعلا لما ببقى عايز يعني هعمل الأرضية بلاطات 50 في 50 أو 40 في 40 أو whatever، فعلا بتبقى في دماغي إن ده مقاس ده. ف يعني you got it، الحتة بتاعت real world map size دي وصلت؟ عرفت أوصلها؟ شايفين هنا لما عملت real world، خليني أرجع بقى إيه التايلينج واحد واحد. شايفين المقاس الحقيقي للصورة بالنسبة للبوكس قد ايه؟ مفيش، يعني تكاد تكون مش باينة، الصورة صغيرة قوي والبوكس يعني بالنسبة لها ضخم جدا اهو، فهي مش باينة خالص اهو. شايفين قد ايه؟ اهو تمام كده؟ هل ده بيأثر على الريزولوشن الصورة في الاخر؟ هو حسب برضو انت اولا هو الريندر بيبقى انت لو بترندر للاوبجكت على بعضه ممكن ما يبقاش مأثر للريزولوشن بحاجة، انما لو بترندر حتة ومقرب قوي قوي وانت الصورة بتاعتك صغيرة قوي قوي ومفرودة قوي على الاوبجكت طبعا ممكن يأثر. يعني مثلا اقول لكم حاجة، وضحت؟ طيب الحمد لله، طيب جميل جدا خلاص. طيب عايزين برضو نكمل، احنا عايزة بقى اشيل الكلام ده كله عشان انزل بقى في حتة مهمة اللي هي الالاينمنت والكلام ده كله خلاص. طيب انا هعمل سيت كنترول ايه وديليت، انا عايزة وديليت وزد ونعمل ايه، نعمل بوكس تاني. طب اتفضل اسال يا باشمهندس قبل ما اعمل البوكس، ممكن استنى زي ما تحب ما فيش مشاكل. طيب انا هنا عملت بوكس وهحط له برضو ال UVW mapping UVW، هعمل كليك على اليو وهعمل UVW mapping وهعمل هديله خليني اخد دي برضو، بس انا لو عندي رصيف مبنى مكون من مربع وجزء من كيرف وزاوية وليه ماتريال واحدة، ازاي اطبق علي؟ تمام. طيب دي برضو ليها قصة. لما يكون عندي اوبجكت واحد، انا ممكن اوبجكت واحد على فكرة استخدم ليه
اكتر من يو في دبليو مابينج. يعني حته مش احنا خدنا اللي هو المالتيبل، ان احنا نطبق مالتيبل مابس على اجزاء اللي هي مالتي سب اوبجكت، نطبق مابس مختلفه على اجزاء معينه من الاوبجكت بتاعي. مش احنا خدنا الكلام ده، كل واحده تاخد لها ماب مختلفه، كل واحده برضو ممكن تاخد لها ال يو في دبليو مابينج بتاعها. يعني مش بس مثلا، يعني انا اطبق على الفيس ده ماب معينه واديها مابينج بشكل غير الحاجات التانية وهكذا. تمام. طيب خلينا نرجع ده الستايل بتاعه، نظبطه تاني كده. اوكي خلاص، وهنبدأ بقى ايه، نشوف حاجات لطيفة تحت شوية. طيب بصوا بقى دلوقتي الالاينمنت هنا بيقول لي ابدأ لك هي يمكن هتبان اكتر في البلانر. البلانر هنا اهوت هيبين لنا موضوع الالاينمنت اكتر. بيقول لك ايه، اعمله لك على الاين على الزد، على محور الزد وانزل، ولا على محور الواي اهو الواي الاخضر اهو، ولا على محور الاكس، الاكس اهو. يعني اعمل لك الالاينمنت بتاعك فين. طبعا الكلام ده بيتطبق على كله، يعني سواء بوكس او سلندر او اي حاجه. خلاص، يعني ممكن تتحكم الجزمه بتاعك باصص لفين، الجزمه الاورنج ده باصص لفين. تمام خلاص. الديفولت دايما بيبقى في الزد، ان هو بيبقى على السطح مفروض ونازل لتحت. خلاص. طيب ايه تاني دلوقتي، انا لو فتحت هنا وجيت للجزمه، الجزمه هنا شخصيه مستقله، بمعنى ان انا ممكن اشتغل فيه حاجات لوحده. يعني ممكن مثلا اصغره كده اهو، خلاص، او اكبره او طلع بره اهو، شايفين؟ فانا كده كبرت الماتيريال او صغرت التايلينج بتاعها. طيب انا دلوقتي كبرته اهو، يعني زي ما تكون كده ايه، مطيت الماتيريال بتاعتي، فردتها شويه، وعايز ارجع تاني اظبطها على مقاسه بالظبط تاني، فبعمل فت، فرجع بالظبط قد الاوبجكت بتاعي. طيب مش بقى غيرت مقاسه، انا غيرت مكانه اهو، لخبطت مكانه اهو عشان ارجعه تاني لمكانه، فبعمل سنتر، رجع تاني مظبوط في مكانه. خلاص. ايه تاني عندي حاجه اسمها بيت ماب فت. بيت ماب فت دوت، لو انا عندي مثلا البيت ماب بتاعتي مستطيله والاوبجكت بتاعي، فيمكن هنا ما تبانش لان يمكن الابعاد متقاربه. لو عندي مثلا بيت ماب مستطيله وبطبقها على حاجه مربعه، فبقول له فت، فبيبدا يغير لي في الجزم، بيتحكم في عرض الماتيريال ولا الماتيريال ملهاش ابعاد. الماتيريال ابعادها الاساسيه، الاساسيه ده موجوده، بس انا ممكن اغير في ان انا يا اما استخدم الماتيريال بابعادها الاساسيه على لا، اللي انا اقصده ان انا الماتيريال بتاعتي الماتيريال بتزود البوكس بعد كده، ولا لا 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 لا, لا. الماتيريال عندي بتمط نفسها علشان يعني تتكيف على مقاس الفيس بتاعي، مش بتزود، لان التزويد الحته ده في التايلنج. انما انا لو عندي مثلا الماتيريال بتاعتي 5 في 3
والبوكس بتاعي 5 في 5، فهي بيتعمل لها ستريتشنج الاتنين الباقيين في الطول دول، بحيث انها في الاخر تكسيلي الابعاد بتاعت الفيس اللي انا بحطه عليها بالظبط، مش بتكرر نفسها. تكرير التكرير دوت ده خاص بالتايلنج، انما اول ما بحطه بالظبط على قد، يعني زي ما تقول كده بعملها ستريتشنج او بعملها شرانكينج حسب ما هي ايه، على قد السطح اللي انا بحطه عليها، تمام كده، او بحطها عليه. اوكي طيب، في حاجه اسمها ايه، اسمها نورمال الاين. نورمال الاين هنا بتخليني، يعني انا عايزه بقى ايه الف لكم كده علشان تبقوا شايفين، انا هنا ماسكه الجزمه وبحركه بايدي، يعني انا ايه، انا مش عارفه انا عايزه بالظبط الماتيريال بتاعي تبقى باصه في انهي اتجاه، فانا بروح ماسكاها، يعني اعمل كليك على نورمال الاين وماشيه كده ملاصقه للجوانب بتاعه الاوبجكت بتاعي لغايه اما اقول ايوه انا عايزاها في الحته دي مثلا، عايزاها تبقى باصه الناحيه دي، او لا انا عايزاها تبقى باصه الناحيه دي كده، بدراج كليك ودراج او باصه لفوق، فدي بتخليني اتحكم انا عايزاها تبقى باصه في انهي ناحيه بالظبط. خلاص، وفي الاخر بعمل لها سنتر اهو انا كده عملت لها اللاين على الوش ده، ورحت عامله لها سنتر، فاتظبطت في النص بالظبط في المكان ده، تمام. ممكن ارجع تاني اهو واحطها فوق وهعمل لها برضو سنتر، فاتظبطت تاني. خلاص طيب، فاضل ايه تاني؟ او ممكن على فكره، يعني ايه لو انا بوظت الدنيا، يعني انا اعمل كده مثلا، ممكن اعمل لها ريست فترجع لي للمكان الديفولت الاصلي خالص. يعني انا عندي شويه حاجات للتظبيط اللي هي فت وسنتر وريست، تمام. عندي برضو حاجه اسمها الاين فيو. يعني ايه الاين فيو؟ يعني خلي لي الماتيريال بصالي، بصه بتواجه الفيو بورت مطرح ما هو مظبوط. طبعا هنا اقول لكم بالظبط ممكن تفيدنا في حاجه زي ايه مثلا. يعني انا عامله زاويه للكاميرا معينه، خلاص، و عامله عايزه نقشه معينه تطلع على الفازه، انا عامله مثلا فازه رخام وحاطه لها معموله مثلا من كومبوزيت ماتيريال. لو تفتكروا الكومبوزيت ماتيريال انا ممكن استخدم اكتر من لاير ورا بعض، فعامله ان اللاير الاساسيه بتاعه الفازه رخام، والرخامه دي عليها نقشه في اتجاه معين، فالنقشه دي في لاير ثانيه. وبعدين انا بصيت بالكاميرا بتاعتي بزاوية كده، جايبة مثلا الكنب ومش عارفة ايه والترابيزة اللي عليها الفازة، بس عايزة ان النقشة اللي على الفازة تبقى بصالي ناحية الكاميرا فيو. يعني انا بعد ما ظبطت الكاميرا اكتشفت ان النقشة بتاعت الفازة دي مش بصة في الاتجاه بتاع الكاميرا، فانا مش شايفاها، فممكن على طول اروح عاملة فيو الاين للجزء من الكومبوزيت ماتيريال بتاعه النقشه اللي على الفازه، بحيث تروح على طول موجهاني، بدل ما اقعد الفها بقى وادوخ نفسي، تروح موجهاني على طول باصه في الاتجاه اللي الكاميرا باصاله، فتروح على طول اشوفها بالظبط مظبوطه في اتجاه الكاميرا. واضح دي يا جماعه؟ دي على فكره من الحاجات الهم، يعني يعني نافعه جدا وبتعمل تايم سيفنج جدا، ان انت تبقى عايز ماتيريال تتشاف من زاويه معينه كامله وبصالك. يعني انا عايز اعمل لكم دلوقتي F3، هتشوفوا دلوقتي شايفين المنظر ده الجزمه،
راح محوط وراح باصص لي، وانا لو لفيت كده وعملت فيو الاين هيروح باصص لي برضو، لفيت كده ورحت عامله فيو الاين هيروح لافف وباصص لي. دي اتفهمت يا جماعه؟ الحته دي اتفهمت؟ سامعيني اصلا؟ طيب الحمد لله. طيب يبقى اتفهمت حته الفيو الاين. الشات كان مقفول فعلا. طيب معلش خلاص فهمنا الفيو الاين دي، ان انا منين ما بلف سواء بقى كاميرا او برسبكتيف او اي حاجه واقول فيو الاين بيروح لافف لي الماتيريال عشان تواجهني تبص لي. فدي بتفيد جدا لو انت عامل كاميرا فيو وعايز ماتيريال معينه بشكل معين تبقى دايما بصالك، فتقدر بسهوله ان انت بكليك واحده تروح الماتيريال دي لفه وبصالك، مش تفضل تعمل روتيت وتظبط وتعمل الكلام ده. تمام كده؟ معلش يا عمرو معلش. معلش خلاص حصل خير. طيب المهم بس تكون الحته دي اتفهمت. طيب نرجع تاني بنعمل ريست ونقول له F3 عشان نرجع نشوف الكلام بتاعنا. طيب الريجن الاين دي بقى ايه؟ حاجه عجيبه جدا، ان انت ممكن تدراج وتعمل مقاس ما انت عايز على جنب كده اهو، مقاس ما انت عايز، فتروح شدالك ال الماتيريال على قد ما انت بتفرد المقاس ده اهو. شايفين عماله بفرد في المقاس اهو؟ لا لو حركت الماتيريال اتحرك ايضا. لا 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 طبعا، انت لازم بعد ما تحرك الماتيريال، احنا بنتكلم على صوره ثابته، انت دلوقتي هتحرك سوري الكاميرا وتروح عامل كليك فتروح بصالك، انما انك تربط ان الماتيريال تتحرك معاك مع الكاميرا ده دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه في الانيميشن، دي قصه ثانيه خالص في الانيميشن. تمام؟ انا بتكلم ان انت هتلف الكاميرا وعايز تاخد لقطه مثلا ثابته او يعني تثبت الكاميرا على الوضع دوت، وعايز الحاجه اللي انت عايزها تبان تروح لفه ومواجهه الكاميرا، يبقى انت بتعمل كليك بتواجهك، انما انها تتحرك مع الكاميرا معاك لا دي حاجه ثانيه خالص. تمام كده؟ طيب يبقى ده الريجن فيت، ان انت بتروح ساحب، بتروح اهو تاني اعملها لكم تاني، الريجن فيت بعمل كليك واروح ساحبه واعمل دراج، فتبدا الماتيريال تتفرد على قد الدراج اللي انا بعمله ده اهو. خلاص؟ طيب ونرجع نعمل ريست. اخر بقى حاجه عايزين اخر حاجه عاوزين نتكلم فيها في الجزء ده اللي هو ال الاكواير. الاكواير هنا محتاجه ان انا اعمل اعمل مثلا ايه سلندر جنب البوكس ده. تمام؟ واديله ماتيريال تانيه، هديله مثلا دي اوكي، وهحط له برده UVW ماب، هعمل له سلندر واعمل له كاب. تمام؟ وهرجع بقى للبوكس وهشوف قصة في هنا حاجة مش مظبوطة في التايلينج، عايز اشوفه الأول ثانية واحدة، خلي الهايس واحد وهنروح للماتيريال فيها حاجة مش مظبوطة في التايلينج. يا مظبوط اهي، عايز سلندر كده اشوف
تمام كده. الجزمة هنا مظبوط. طيب مش مشكلة، اوكي خلينا نكمل. اهو دلوقتي اخد الاكواد دوت عبارة عن ايه؟ هننزل هنا ونقول له اكواير. اكواير هنا بيستلف لي خلينا نشرحها الاول. اكواير بيستلف لي اليو في دبليو مابينج بتاع حاجه تانية، فيخليني ابلاي الماتيريال اللي عندي بس بمابينج بتاعت حاجه تانية. طبعا دي مش منطقيه قوي ان انا استخدمها في الحاجات السهله، يعني انا لو مثلا عايز استلف دي اللي هي خلينا نرجع تاني ونقول له اكواير واخد دي، فبيسال لي الريليتيف ولا ابسولوت، انا هقول له ايه ابسولوت، فيبدا يحط لي اهو الجزمه بتاع او المابينج بتاع السلندر. مش منطقي ان انا اخد حاجه زي كده في حاجه سهله، يعني مجرد ان انا هطلع فوق واخد الثانيه مش منطقيه، انما يعني مش منطقي ان انا اخد السفير او سوري السلندر من هنا، طب انا اطلع فوق واقول له سلندر. دي بتبقى منطقيه امتى؟ لما اكون عامله يو في دبليو ماب معقد شويه، يعني في كذا حاجه، يعني مثلا عامله حته منه سلندر وحته منه بلانر وحته منه مش عارفه ايه، هي دي فعلا اللي تستحق ان انا استلفها بدل ما اعمل الفيلم ده من اول وجديد. فدي بتنفعني لما يكون عندي يو في دبليو ماب مركب من على اوبجكت وعايز اخده زي ما هو كده للاوبجكت التاني. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو عامله تفصيله وش، والوش ده يعني كل جزء منه معمول له المابنج بتاعه بطريقه مختلفه. يعني مثلا لما جيت ابلاي على العين عملت لها سفيريكال، لما جيت ابلاي على الخدود مش عارفه عملت لها بلينر، لما جيت ابلاي مش وهكذا. فعايزه اخد نفس طريقه المابنج دي ابلايها على وش تاني، فبدل ما ابدا اعمل من الاول ممكن استخدم استلفه وهو جاهز ومظبط كده واطبقه على وش تاني. خلاص دي بالنسبه للاكواير. خلاص طيب عندي هنا بقى حاجه ايه اسمها سيم، واحنا اتكلمنا على السيم ده اكتر من مره. السيم ده عباره عن ايه؟ هنا لو انا جيت هنا وقلت له جزمه، السيم ده الخط الاخضر ده، الخط الاخضر ده يعني خليني اخدها احسن في ال في دي، يعني هي ال ليه عندي الصوت بيقطع كتير؟ مش عارفه هل بقيه الناس الصوت بيقطع عندها كتير ولا ايه؟ الناس بقيه الناس الصوت بيقطع عندها يا شباب؟ طيب هناخد معلش عايزين نتكلم في النقطه دي مهمه اللي هو السيم. انا مش عارفه هي ليه دي مش كامله كده، محتاجه اراجع ال محتاج ارجعها كويس السلندر دي. هي مش السلندر، هي اكيد المبنى انا لعبت فيها في حته وانا مش فاكراها. المهم اللي انا عايزه اوريهولكوا بقى اللي هو الستيم.
السيم اللي هو حرف طب خليني احط واحدة تانية عشان دي بصراحة غيظاني. خلوني احط دي مثلا او نفس حتى ال هي خليني اطلع فوق ثواني اخد دي وابلاي هنا اهي دي مظبوطة وباينة كويسة اهي خلاص. عندي هي السلندر اهي. السين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طرفين ال او طروف الصورة بتاعتي اهي. الصورة بتاعتي اهي اهي السين اللي هو الطروف دي اما بتلف حوالين السلندر بتلف حوالين السلندر وبيلزقوا في بعض الطرفين دول اهم اهم. هو الخط الاخضر ده ده اللي بيبين لي الطروف بتاعه الرسمه بتاعتي. انا ممكن هنا اهوت لو الخط الاخضر ده مضايقني اقول له مش عايزه اشوف. ممكن كمان يبين لي خطوط تخينه او خطوط رفيعه. ده هنا كمان ايه يعني هنا لو احنا بصينا كده دي كمان حروف ال السيجمنتس وبعضها تمام. فكده يبقى احنا يعني غطينا كل حاجه في اليو في دبليو مابينج. عايزه بقى اوريكم حاجه تانية مهمه قوي ولازم نعرفها. خلوني افتح لكم فايل تاني بسرعه عشان نلحق نخلصه. وكان مين يا ربي؟ بسم الله اهو ده. الملابس بقى. الملابس دي قصه تانية خالص، قصه مختلفه خالص. هسألكوا سؤال، حاجة زي التي شيرت ده ممكن نأبلاي، خلينا نغير لونه لون فاتح شوية عشان ايه حاجات مهمة لازم تتشاف. خلي اللون ده كده اوكي ماشي. التي شيرت ده ممكن نحط له الماتيريال بتاعته ازاي؟ يعني انا هنا هفتح هلاقي عندي ماتيريال اللي هي اللبس الجيش ده. انا هابلاي كده وهنشوف المنظر وهنرندر. ايه رايكم؟ بشع مش كده؟ طب تفتكروا ممكن اعمل له مابينج ازاي؟ ايه من الحاجات اللي خدناها في اللي فاتت دي تنفع تشتغل مع ده؟ بتكتب نجرب الفيس. نجرب الفيس ماشي. ثانية واحدة هنحط له يو في دبليو ماب اوكي. هو دلوقتي اتعمل له ايه؟ اتعمل له اول حاجة البلانر. نشوف كده البلانر شكله عامل ازاي. شكله عجيب بصراحة. يعني هي المفروض يبقى فيه يعني متخيط على الوشين فهو شكله غريب. طب نجرب الفيس كده. الفيس حط لي الصورة في كل فيس بقى كده. طب اقول لكم انا حاجة من عندي، نجرب السلندر ونوقفها السلندر دي شوية. نعملها ايه كده اكس ونخليها فات تمام ونشوف المنظر برضو. انا الصراحة مش راضية على ولا واحد منهم. لازم يكون في حاجة تحسسني ان هو قماش متخيط. قماش متخيط وش له وش وظهر. صح ولا انا غلطانة؟ لا ما انت لو بتدور على حاجة طبيعية ما نستسهلش بقى. احنا لازم نعمل حاجة مظبوطة. مش كده برضو؟ طيب الطريقة بقى مش كده خالص.
الطريقة بنستخدم لها حاجة اسمها Unweb UV دي قصة تانية خالص، ودي من فضلكم كده نركز سوا، لأن شغلها له خطوات محددة ولازم نركز فيها. تمام؟ طيب أول حاجة هنا بنعملها إن احنا إيه مش عايزين نشوف السيم دي، فشو ماب سيم اللي هي الإيه الحاجات الخضراء دي اللبخانة دي مش عايزاها. تمام؟ طيب تاني حاجة هنعملها إيه؟ طبعا لو عايز تشوفها أنت حر يعني. تاني حاجة هنعملها إن احنا هنفتح الـ Unwrap UVW ده، وهنختار حاجة اسمها Edge عشان نعمل ايه؟ عشان نحدد السيمز اللي المفروض تكون. تفتكروا السيمز او حروف الـ حروف الـ الشغل بتاعنا او الرسمة بتاعتنا او القماشة بتاعتنا طروفها المفروض تكون فين؟ طروف الرسمة المفروض تكون فين؟ فكروا كده في أي تيشيرت امشوا كده مع الخياطة المفروض تكون فين؟ الأجناب، هي بالظبط ده الأهم، الخياطة بتاعت الجناب اللي هي تحت الدراع كده ونازلة في الجنب بالظبط كده اهو. أيوه الكتاف من تحت بالظبط بالظبط كده، هي ال 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 الجناب دي فعلا. يبقى انا لازم افهمه اقول له ان طروف الرسمه بتاعتنا هتبقى في الحتت دي. طب افهمه الكلام ده ازاي؟ اقول له هنعمل حاجه اسمها edit scene، يا اما نعملها من edit scene يا اما نعملها point to point scene، الاثنين بيودونا في نفس الحته. هوريكم الطريقه دي وهوريكم الطريقه دي، الاثنين في الاخر بيدونا نفس النتيجه. انا باجي في الجنب كده واقف بزاويه بحيث ابقى شايفه الخط اللي انا همشي عليه، واقول له edit scene، واروح عامله selection كده اهو اهو. بس انا ايه واضح ان انا عملت سيلكشن زياده شويه، فخليني ارجع في كلامي بالكنترول، هشيل بالالت اشيل الكلام ده بالالت، يعني هي عمليه غلسه شويه اهو خلاص، وفي حته صغيره كمان اهي اهي. فانا كده يبقى اقرب عشان اشوف الدنيا مظبوطه ولا ايه، والف كده ادور في حته تانية او في حتت المفروض ما يكون معمول اجنور باك فيسنج معموله، امال ليه خدها؟ ماشي خلاص، وهحاول بس ايه بالالت برضو اشيل الحاجات اللي هي مش عايزاها دي، واتاكد ان ده موجود. خلاص دي طريقة. الطريقة التانية يمكن تكون أسهل شوية وما تعملش المشاكل دي، هرجع شوية كده، إنها حاجة اسمها point to point، يعني هقول له من النقطة دي للنقطة دي اعمل لي سين. أرجع بقى كده تحت شوية وأقفل الإيديت وأفتح ال point to point أهو. فين ال point الأولانية اللي هي دي؟ أهي أدي ال point الأولانية، هلاقي اتشد معايا الخط المنقط اللي انتوا شايفينه ده، انزل لغايه البوينت الثانيه اهو، راح اعمل لي بعدين اعمل رايت كليك فتروح واقفه معايا. فانا كده عملت خط من هنا اهو وخط من هنا خلاص. يبقى انا كده حددت له الايه السيم بتاع الرسمه بتاعتي. طيب حلو جدا، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان انا بروح رايحة على بدل ما كنت في الايدج هنا هروح على الفيس اللي تحتيها على طول، وهقول له
تلت 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 هنا بمعنى ابدأ اكسهولي بقى. اكسهولي ازاي؟ هعمل كليك على تلت هلاقي اتفتح لي سوري، لا قبل ما اعمل كليك على تلت انا لازم ايه اعمل سيلكت لكل الفيسز، اقف على اي فيس وبعدين اعمل كنترول ايه فيعمل لي سيلكت على كل الفيسز. خلاص اهو كده الفيسز كلها معمول لي سيلكشن عليها اهو، تمام. واعمل تلت هيطلع لي اتنين ويندوز شكلهم يا ريت ما نتخضش منها، هما بصاب جدا لو نفهم هما بيعملوا ايه. اللي قدامي ده التيشيرت من فوق، من مبصوص عليه من فوق، خلاص. الخطوط دي ركزوا معايا الله يخليكم عشان الحته دي يعني مهمه جدا. الخطوط اللي احنا شايفينها دي الخطوط اللي هيبدا يطبق بيها الرسمه او القماشه بتاعتي على الفيسز دي. طيب عشان اشوف الكلام ده كويس هفتح هنا هلاقي في عندي حاجه اسمها ماب 1 اللي هي ايه كاموفلاج براون، فيبدا يبين لي القماشه من هنا اهو. انا من هنا اخترت ان انا اشوف شكل القماشه، تمام. حلو جدا. طيب عايزه اعمل ايه؟ عايزه بقى احاول بقدر المستطاع ان انا اضبط الخطوط دي تبقى عموديه على التيشيرت بتاعي. فهبدا اخد من الروتيت هنا وابدا الف. هو انا سوري انا ما عملتش سيلكت اصلا، ثواني. المفروض ان انا اعمل سيلكت، افتح هنا واعمل سيلكت ستريتش اهو. ابدا اعمل ادور بقى الف كده بالراحه بقدر المستطاع تبقى الخطوط يعني اغلبها عموديه على السطح اللي انا هطبق عليه اهو كده تقريبا يعني، تمام. خلاص عملت كده هوت الخطوط اتظبطت. هبدا اعمل حاجه اسمها ستارت تلت. اول ما عملت ستارت تلت راحت الدنيا مفروده بالمنظر ده. انا عايزه كده اروح شايفه ريندر، ها بدات الدنيا تتظبط شويه بس القماش مشدود يعني. شوف كده فتحه الصدر، فتحه الرقبه دي، القماش كانه معموله ستريتشنج. فايه الحل؟ ليها حل. في حاجه اسمها هنا ستارت ريلاكس، يعني ريح لي شويه القماش على على شكل التيشيرت بتاعي. فهعمل، لا هعمل كده، لا هو انا عايزه عندي حاجة في السلكشن مش مظبوطة يا جماعة. طيب ثواني انا سلكت لازم اعمل سلكت عشان انا نفسي اتلخبطت في الخطوات. لازم قبل ما اعمل الريلاكس لازم اعمل سلكت تلت يو زي اس اللي هي النقط بتاعة التيشيرت بتاعتي، وابدا اعمل الريلاكس فيبدا يعمل لي ريلاكس لغاية لما هو هيقف من نفسه تقريبا اهو. كفايه كده وهعمل ستوب وهرجع اشوف تاني في البندر. اعتقد ان كده يعني افضل طريقه او افضل رندر عملناه لغايه دلوقتي يعني. حتى ممكن نقفل بقى الكلام ده كله اهو، وهلف كده عشان ابص من جنب حتى، وهعمل رندر تاني. ليه كده؟ هو انا ما عملت شفتوا بقى انا عملت ايه؟ ما عملتش كومنت في الاخر، ودي كويس فرصه كويسه ان انا ارجع اعمل لكم البتاعه دي من تاني لانها حقيقه لخبط يعني. فانا من تاني انا عملت سيلكت للفيسز كلها وبعدين هعمل تلت وبعدين هفتح دي واقول له سيلكت ستريتشر وهلفهم من تاني كده اهو، بحيث ان يبقى تقريبا يعني بقدر المستطاع عمودي شويه على السطح اللي انا هطبق عليه. وبعد كده هقول له ستارت دل هيفرد لي الدنيا كده،
وبعد كده هقول له select النقط بقى كلها من select fields U V S، وبعدين هقول له relax. خلاص كده شوية كمان، وبعد كده stop relax، وبعد كده commit. تمام، هنبدأ بقى نرندر اهو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اتظبط جدا. انا هقفل ده بقى وهعمل كده اهو اهو. شايفين القماشة مظبوطة جدا على التيشيرت بتاعي اهو. تمام كده. ودلوقتي لو بدلنا بقى القماشة دي بأي حاجة تانية، يعني لو بدلت القماشة دي مثلا بأي حاجة تانية عندي، هتطلع لي برضو بنفس الزبطة دي. يعني هقول مثلا كده مثلا اوكي، واعمل ريندر اهو. مظبوط خالص اهو، مش مفهوش اي مشاكل خالص من اي نوع. لو لفيت كده اهو اهو، تمام كده. فاهم الجزء ده؟ انا عارفه ان هو يعني يلبخ شويه، بس معلش يعني انا ممكن ارجعه معاكم تاني لو مش فاهمينه. الناس فاهمه ولا ايه الاخبار؟ مش فاهم قوي. طيب طيب من تاني يا جماعة، من تاني بس انا اغير بس الايمج بتاعتي. خليني ارجع تاني للايمج. كان ايه المشكلة لو طبقنا الماتيريال على طول؟ اوريك انا كان ايه المشكلة. حاضر، خليني ارجع تاني. بمعنى احنا احتاجنا نعمل بيلت ليه؟ حاضر. طيب اوكي، طيب انا عايزة اوريك المنظر. لو كنت فاكر عشان الموضوع عمل لبس الجيش، بس لما غيرت الحاجات التانية انا ايه ليه؟ طب ما هو شوف ال اهو اهو الدنيا مظبوطة اهي اهي، نفس القصة مظبوط كله عليه بالظبط اهو. تمام. طيب خليني ارندر حاجة. مش شايفين؟ مش شايفين؟ يا سلام. الناس ايه، الشير واقف ولا ايه؟ طيب بصوا يا جماعة، انا دلوقتي هاخد كوبي للمنظر ده واحطه على جنب، احطه على جنب كده اهو اوكي. وبعدين هروح شايله ده، هشيله خالص، هنعمله من الاول وجديد عشان انا عارفه الحته دي بتبقى مش من الحاجات اللطيفه يعني اللي ايه اللي بتدخل بسهوله. خلاص، ده من غير خالص يو في دبليو ماب. بصوا المنظر اهو من غير خالص، بالمنظر العجيب اللي انتم شايفينه ده. تمام. طيب رغم ان الصورة بصوا شكلها عامل ازاي، الصورة اللي احنا مستخدمينها اهي، خلينا فيو ثواني. الصورة اهي طبعا ملهاش اي علاقة خالص باللي احنا شايفينه على التيشيرت. طيب قلنا نعمل ايه؟ قلنا نطبق نحط له يو في دبليو مابينج.
اللي هو فين؟ اللي هو اهو. طيب ده ايه بقى؟ ده البلانر. بصوا كده. طيب عايزه اقارن ما بينه وما بين الصوره اللي احنا مصغرينها اهو. نحاول كده نصغر ده شويه كده. انتوا رايكم ايه؟ يعني انه شكله شبه حته القماش اللي احنا شفناها اصلا. بصوا كده الفرق. الشمال هي اللي طبعا شكلها احسن، شكلها مظبوطه، وخصوصا لو انت عندك حاجه يعني مش بس مجرد اللي هو الكاموفلاج دوت او اللي هو لبس الجيش التمويهي ده. لما يكون عندك حاجه عليها نقشه، يعني ديزاين، فعلا ديزاين لتي شيرت، ما ينفعش يتطبق بالشكل ده، مش هينفع. لازم تطبقه بطريقه تبقى فعلا مظبوطه على التي شيرت، وخصوصا لو احنا بقى عملنا ايه، يعني لو احنا شفنا المنظر من الجناب كده، لفينا المنظر كده وشوفوا بقى المنظر هيبقى عامل ازاي. شايفين عامل ازاي من هنا؟ شكله مش حلو خالص، فلازم نشوف له صرفة ان احنا نظبط المنظر. تمام كده؟ اقتنعنا؟ مين اللي كان بيسأل ان هو لازمته ايه اصلا؟ اديك شايف المنظر عامل ازاي. احنا طبعا الكلام ده كله لو انت بتشتغل شغل كاركتر، والكاركترز بتاعتك هي اللي واخدة التركيز بتاع الناس. يعني انا لو الكاركتر دي مش هي المين انترست بتاعي، مش هتعب نفسي بالكلام ده كله. انما طالما انا اشتغلت كاركترز وعملت هدوم، وطبعا الهدوم دي خدناها بتعمل ازاي. فاكرين الهدوم كانت بتعمل ازاي؟ فاكرين الكلوز موديفاير يا جماعه، ولا اتنسى كل الكلام ده؟ الناس شكلها نسي. طب الحمد لله، والله انت يا باشمهندس جازي يعني بتحسس ان في امل في الحياه. طب الحمد لله، الحمد لله. ماشي يا عمرو. طيب خلاص، يبقى احنا كده اقتنعنا ان لازم نشوف لنا صرفه في تطبيق ال الله يكرمك يا باشمهندس، جزاك الله خيرا. ولو ان والله مقصره في حقكم، بس انا يعني في الاجازه يعني الدنيا بتتكركب وسفر ورايح وجاي وكده، فساعات المواعيد بتفلت مني يعني. بس انا مكمله ان شاء الله، ان شاء الله يعني مخلصه في سنتين، بس مكمله برضو يعني. كده يبقى احنا ايه بالمنظر ده كمان يعني يقنعنا اكتر ان احنا محتاجين ان احنا نشوف لنا حل في تطبيق الماب بتاعته. طب ايه الحل ده؟ الاول خالص اهو، هنشيل اول حاجه اليو في دبليو ماب، هنشيله خالص مش عايزين. هندور على حاجه ثانيه اسمها ان راب يو في دبليو. خلاص هنلاقي المنظر شكله اتغير. شكرا يا باشمهندس سامح. لا والله انا يعني ده سعادتي في ذلك والله، يعني ربنا العالم يعني. هن 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 هنشوف هنلاقي المنظر بقى شكله غريب وعجيب يعني. طيب اول حاجه نعملها ان احنا الخطوط الخضراء دي ممكن تلبخنا، فمفيش داعي ان انا اشوفها، فاروح رايحه فوق كده وشايله اللي هي شو ماب سين، مش عايزه اشوفها، وهروح فاتحه الموديفاير اللي انا حطيته، واروح عامله كليك على ايدج علشان ابدا بقى اعمل السيم الخاص بي انا. عندي تحت بقى كده، وهعمل قلت حاجه من اثنين، يا اما ايديت سيم يا اما بوينت تو بوينت سيم. اتفقنا ان البوينت تو بوينت سيم هي الاسهل عشان ما ايه ما اخبطش في حاجه انا مش عايزاها، فانا هعمل بوينت تو بوينت سيم واعمل كليك على البوينت دي واشد الاقي خط منقط كده، وكليك على البوينت دي وبعدين رايت كليك علشان الخط ده يقف.
خلاص اهو اتعمل لي اول واحد اهو، اروح لفه ورايحه الناحيه التانيه، وبرده هعمل كده كده ورايت كليك، وبعدين اقفل اقفل البوينت بوينتين. يبقى انا كده عملت الايه الاثنين حدود الخياطه بتاعتي دي المهمه، تمام. اللي في الكتاب دي مش مشكلتي خالص، المهم اللي في الايه اللي في اللي تحت دي، على اللي هي تحت الدراع والخط الجانبي، علشان القماشه تبقى مواجهاني مظبوطه. خلاص طيب اعمل ايه بعد كده؟ اخرج من الايدج، انزل للفيس، واروح املى سيلكت على على فيس منهم، واروح عامله كنترول ايه علشان اعمل سيلكت لكل الفيسز بتاعه التي شيرت بتاعي. جميل. طيب الخطوه دي ما تتنسيش، ان انا لازم اعمل سيلكشن على الفيسز كلها، وبعدين اقول له هنزل كده في حته الحته اللي هي ماب بارامترز، واروح قايله له ايه قايله له تيلت. تيلت هنا هيطلع لي الاثنين ويندوز دول. الويندو دي اهم حاجه ان احنا ابقى شايفه القماشه. انا هنا شايفه شيكر بورد كده، انا عايزه مش عايزه اشوف الشيكر بورد، انا عايزه اشوف القماشه. فاشوف القماشه منين؟ من الجزء ده، اروح فاتحاه هلاقي الماتيريال بتاعي موجوده باسمها اهي. فكده انا شفت القماشه على الصوره بتاعتي. حلو جدا. طيب الخطوه اللي جايه ايه؟ ان انا عايزه الخطوط دي تتلف بحيث ان هي تبقى بقدر المستطاع عموديه على سطح التيشيرت، عشان يبقى لزقه الماتيريال بتاعت القماشه مظبوطه على التيشيرت اللي انا عامله له ديزاين. فهفتح هنا اللي هو تيلت اوبشن، وهعمل سيلكت تحت هنر ستريتشر، الخطوط دي اسمها ستريتشر، وهبدا اعمل في الروتيشن. في هنا جزء اهوت الروتيشن فيه اهو، واروح ابدا الف كده بالراحه شويه كده لغايه اما احس ان ايه يعني بقدر المستطاع الخطوط عموديه شويه على الاسطح دي. اروح عامله ايه؟ اروح عامله ستارت فيلت، هلاقي القماشه فرد يعني التيشيرت فرد مني. طيب هو كده خلاص، كده احنا خلصنا. نبص كده في حاجه غريبه، هنلاقي ان هنا مكرمش او مشدود كده، مش مظبوط من حته الفتحه دي خالص، فمحتاج ان هو يتعمل له حاجه اضافيه. الحاجه دي اللي هي ان انا همسك التيشيرت ده اروح اشيله ريلاكس، غير لما اعمل انا كنت عامله سيلكت الايه سيلكت للاستريتشر، انا عايزه اسيلكت الجزء ده اللي هو سيلكت بيلت يو في اس. فبدل ما الاستريتشر هو اللي معمول له سيلكشن، بقى معمول سيلكشن للتيشيرت. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعمل ستارت ريلاكس، هيبدا يعمل اللي انتم شايفينه ده، هيفضل يشتغل كده. بعد اهو اهو تقريبا وقف، اعمل ستوب واعمل كوميت. ما انساش اعمل الكوميت، علشان هي دي اللي هتفهمه ان خلاص ده الشكل اللي انا عايزه اعمل كوميت. واقفل واتفرج بقى على المنظر في الاخر بقى عامل ازاي اهو. لا بقى مكرمش من هنا، ولا بقى معمول له ستريتشنج ولا اي حاجه، اتظبط الدنيا خالص. تمام يا جماعه، فهمنا الحته دي؟ ايه الاخبار؟ الناس ما بتردش ليه؟ اتفهمت كده؟ هي معلش خطواتها رخمه شويه انا عارفه، وبتلبخ وبتتنسي، وانا نفسي ساعات بنسى منها. يعني لازم يعني اجي اعمل حاجه اكتشف ان انا مثلا ما عملتش سيلكشن، مش عارف ايه، في حاجات تلبخ. بس لما نجربها بايدينا مره والتانيه هتتعمل. المطلوب من سيادتكم ان يتعمل تي شيرت، نراجع حته الكلوز ونعمل تي شيرت ونطبق عليه ماتيريال بالطريقه دي، وطبعا نحط المنتدى. وارجوكوا ما تطنشوش. طيب اي سؤال؟ انا كده خلصت النهارده. اي سؤال؟
المرة الجاية إن شاء الله هنحاول نعمل 2 أو 3 بروجيكتس كده فاينل، نلم بيهم يعني شوية حاجات في الـ يعني توليفة كده من شوية حاجات في الماتيريال اللي احنا خدناها، و عشان يعني غالبا هنخلص الماتيريال المرة الجاية إن شاء الله. تمام كده؟ أي سؤال؟ جزانا وإياكم، شكرا شكرا شكرا. طيب أسيبكم بقى عشان تاخدوا الغياب، وأتمنى من الله، إحنا عندنا النهاردة الأربع أهو، لسه قدامنا مدة على اليوم الاثنين. يا ريت الناس اللي ما عملتش الشغل بتاع الجلاس ماتيريال تعمله وتحطه، وتحطوا كمان الشغل بتاع التي شيرت. اوكي، شكرا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باشمهندس تامر، انا سوري انا لسه ما خرجتش. باشمهندس تامر، ممكن اي حد عايز يحط حاجات من الحاجات القديمه؟ طبعا يو ار فيري ويلكم، كل حاجات انا بشوفها يعني.